مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الباحث في الشأن العراقي شاهو القرداغي. أهلا بكم سيد شاهو. بداية، وزير الخارجية الإيراني وصل بغداد على رأس وفد كبير، كيف تقرأ هذه الزيارة وماذا يعني اصطحاب ظريف وفد كبير معه إلى العراق؟ بداية تحياتي وتقديري لكم. حقيقة زيارة ظريف قد يكون تركز على أهمية تجارية، لأن الوفد يأتي مع الوفد رؤساء الشركات الكبيرة الإيرانية وأيضا وفد تجاري مع الوزير ظريف، وبالتالي من الممكن أن نرى أن الزيارة تأتي لضمان والحفاظ على العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق والإيران، وأيضا عدم السماح بتأثير هذه العلاقات بالعقوبات الأمريكية والمهلة الأمريكية التي تنتهي في شباط القادم. وبالتالي هناك محاولة عن طريق هذه الزيارة لعدم تأثر العلاقات الاقتصادية، وخاصة أنه سوف يزور بغداد وأيضا يزور السليمانية وأربيل، المناطق المحاذية لإيران. ليضمن هذه العلاقات التجارية، وأيضا يأتي في وقت يصارع بعض الأطراف الشيعية، هناك علاقات مشاكل بينهم، وأيضا بعد زيارة الوزير الخارجية الأمريكي. وبالتالي من الممكن أن نربط هذه الأهداف والأسباب التي تجمع تراكمت حتى دفعت الخارجية الإيرانية ودفعت القيادة الإيرانية إلى ترتيب. لكن ما مدى أهمية هذا الصراع حتى يأتي وزير خارجية إيران ووزير خارجية الولايات المتحدة؟ أن ربطنا هذا الموضوع بالمشكلة الحاصلة الآن بين عمار الحكيم وقيس الخزعلي. بلا شك إيران دائما تحاول الحفاظ على ما يسمى بالبيت الشيعي أو الأطراف الشيعية الموجودة في العراق، لأن الاتفاق والتوازن والعلاقات الجيدة مع هذه الأطراف يضمن بقاء المصالح الإيرانية في العراق. وجود مشاكل بين هذه الأطراف أو خروجها عن السيطرة الإيرانية أو حدوث مشاكل أو نزاعات يسبب خطرا كبيرا للمصالح الإيرانية في العراق، وبالتالي هي دائما تركز على جعل الأطراف الشيعية حتى لو كانت كثيرة ومتصارعة ولديها مشاكل أن تجلبهم عائلة طاولة ويتفقوا عن طريق الذهاب إلى طهران أم إلى بيروت. يعني نحن دائما نرى أن الاتفاقيات أغلبها يحدث في بيروت بوساطة حزب الله، وبالتالي من المهم لإيران أن يكون العلاقات بين الأطراف الشيعية سواء الفصائل أو الأحزاب الشيعية علاقات جيدة، خاصة في هذه الفترة الحرجة التي إيران بحاجة كبيرة إلى العراق لاستنزاف العراق حتى لا تتأثر إيران بالعقوبات الاقتصادية الأمريكية. سيد شاهو، هل الطرف الأمريكي هو طرف إن افترضنا أنه مشارك بما يحدث الآن، هل هو طرف يود التهدئة كما تود إيران، أم أنه طرف يريد إشعال الشارع الآن لإثارة الفوضى بين وكلاء إيران إن صح التعبير؟ بلا شك إعادة الانتشار الأمريكي والعودة من سوريا إلى العراق وزيادة النشاطات الأمريكية في الشارع العراقي وجس النبض الشارع العراقي يؤكد أن أمريكا تريد استفزاز الميليشيات الشيعية، وخاصة في هذا التوقيت. ومن مصلحة أمريكا أن يشتعل صراع شيعي شيعي، بدلا أن يقاتل الأمريكيون هذه الفصائل الموجودة أن يقاتلوا فيما بينهم وينهكوا بينهم، وهذا يدخل ضمن المصلحة الأمريكية إذا أرادت فعليا محاربة الوجود الإيراني في العراق. أما إذا كانت لديها مخططات أخرى للدخول اقتصاديا للعراق فإنها تحتاج إلى التهدئة، وليس في مصلحتها هذه النزاعات التي تحدث بين الأطراف الشيعية. ائتلاف العبادي يقول إن غياب دور عبد المهدي عن أزمة العصائب والحكمة مؤشر خطير، هل تعتقد أن العبادي وكتلته يسعون للإطاحة بعبد المهدي، وما موقف إيران من موقف العبادي وعبد المهدي كذلك؟ بلا شك موقف عبد المهدي إلى الآن يعني هو يعرف أنه يملك ولكن لا يحكم فعليا على أرض الواقع، لأن عبد المهدي كما رأينا أنه رئيس وزراء ضعيف وأيضا لا يستطيع أن يفرض قراراته على الآخرين. في ظل هذا الأزمة أيضا يحاول الطرف الآخر طرف العبادي يحاول استغلال هذا الأمر لضرب عبد المهدي وتصويره على أنه شخصية ضعيفة ومهزوزة للترويج للعبادي ليعود من جديد، وخاصة أنهم يشعرون أن هناك اهتزاز كبير وأيضا هناك ضعف عندهم بعد ذهاب الفياض، وبالتالي يحاولون الانتقام من عبد المهدي بكل الأمور.
بكل الوسائل، ولكن عبد المهدي حتى لو تدخل في هذه النزاعات والمشاكل نحن لا نستطيع أن نؤكد وجود تأثير. يعني كما نرى في مختطفي الرزازة والآخرين، الرئيس الوزراء لا يستطيع أن يتدخل ويخرج المختطفين الذين هم بالآلاف، لأنه يعرف أن القرار ليس عنده، وبالتالي يجب أن يعود إلى صانع القرار الخارجي الرئيسي وهو طهران، وتدخلات طهران سوف تكون أقوى تأثيرا من تدخلات رئيس الوزراء حتى لو حصل. شاهو القرداغي الباحث في الشأن العراقي كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.